هلو ماين ليبن شولر اون تشولرين دير ارستن شوليار. اهلا بكم طلابنا وطلباتنا الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي، وهنبدا مع بعض الترم الثاني ان شاء الله بيوريت 3 ليكسيون نمر دغاي. زي ما تعودنا دايما مع بعض، مهم ان احنا نعرف الليرنت سيله بتاعه كل ليكسيون بندرسها مع بعض. طيب ايه الهدف من الليرنت سيله؟ خلي بالك هي دي النواتج اللي انت المفروض تكون عارفها في اخر كل ليكسيون، يعني اخر كل يونت الليرنت سيل بتاعتك هي دي نواتج التعلم المفروض ان انت تكون خرجت بيها من اليونت. زي ما احنا عارفين احنا عندنا كل لكسيون فيها فونف شغيته، فيها 5 نقاط او 5 خطوات. شغيت نمر اه بتتكلم عن الليبنسميتل بنين. هنتعرف مع بعض النهارده على كل المواد الغذائيه واسمائها بالالماني نقولها ازاي. نمر بي، شغيت نمر بي مينجن بنين، وهنتعرف يعني ايه مينجن في ان شاء الله لما نوصل لشغيت نمر بي. شغيت سي بتتكلم عن اين كاوفيس جيش بغيش فيورن، ازاي ان انا اخش محل وابدا اتكلم عن الاين كاوف او التسوق. شغيت نمر دي ناخ بغايسن فغاجن اوند بغايس بننن، ازاي ان انا اسال عن السعر اي حاجه انا عايزه اشتريها، وازاي برضو ان انا اذكر السعر لما احب اقوله. واخر شغيت فليكسيون نمر دغاي انا بتكلم عن الفور ليبن او ستوكن، ازاي اعبر عن حاجه انا بحبها سواء بالتدريج في الصفة. لاس اونس هويت بيجينن اسن اون ترينكن، هو ده التايتل بتاع ليكسيون دراي. يونت 3 بتتكلم عن الاكل والشرب، اسن اون ترينكن. مهم جدا جدا نكون عارفين كل الفورد شاتس الجديدة اللي بيجي لك في الليكسيون، ودايما نصيحتي لكل طلابنا اللي بيتابعونا يكون معاهم ورقة وقلم ويبدأوا يكتبوا معانا كل الكلمات الجديدة اللي بتقابلك في الشغلات اللي بندرسها مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف كده اول جزئيه مع بعض هنتعلمها ازاي. دايما كتاب شغيت انترناشونال باند اينس، ده كتاب المدرسه بتاعك، لازم تكون عامل له رونتر لادن وتكون بتفتح الكتاب وتذاكر منه وتحل كمان التدريبات الخاصه بكل شغيت. هيفرق كتير معاك جدا يوم الامتحان لما تكون مستخدم كتاب المدرسه وحالل كل الاكسرسايز الموجود اللي فيه. حاجه كمان مهمه جدا، انت عندك اوديوز خاصه بكتاب المدرسه، ما ينفعش ان انا اهمل الاوديوز اللي موجوده في كتاب المدرسه، لازم تعمل لها رونتر لادن يعني تحملها، تعمل لها داونلود وكمان تسمعها وتفرغ الماتيريال اللي موجود فيها. كل الاوديوز اللي موجوده عندك في كتاب شغيط انترناشونال تقدر تحملها من على النت بسهوله وتفرغ الكلمات اللي فيها، عشان ده هيفيدك كتير. تعالوا نسمع كده اول اوديو موجود معانا في الكتاب الخاص بجزئيه اسن اونت غينجن. شريط ا A1. Das ist doch kein Apfel, oder? Wie bitte? Das ist kein Apfel, das ist eine Kartoffel. Ja, natürlich. تعالوا نقولوا تاني مع بعض. خلي بالك انا هنا زي ما انت شايف كده. Wie heißt das auf Deutsch? الشخص دوت واقف قدام البياعة في المحل وبيسألها عن الحاجة اللي هو ماسكها في ايده. واضح ان هو مش عارف ايه دوت اوف دويتش معناه بالالماني ايه، فبيبدا يسالها داس ايست دوخ كاين ابفل اودر، داس ايست دوخ كاين ابفل اودر، فبتقول له في بيتا ايه لو سمحت، داس ايست كاين ابفل، داس ايست اينه كارتوفل، يا ناتورليش. خلي بالك من كل المعاني اللي هتقابلنا، زي ما احنا شايفين كده هو ماسك في ايديه بطاطسايه وبيسأل وبيقول هي ديت مش تفاحه كاين ابفل، طبعا هو عارف يعني ايه تفاحه بس مش عارف معناها بالالماني، فبيقول لها داس ايست دوخ كاين ابفل، فطبعا الست اندهشت تقول له في بيتا ايه لو سمحت، داس ايست كاين ابفل دي مش تفاحه، داس ايست اينه كارتوفل دي بطاطس. مهم جدا وانت تسمع معايا الاوديو تكتب كل الكلمات اللي موجودة قدامك. يا ناتورليش، طبعا يا ناتورليش معناها اه طبعا. تعالوا نكمل. عندي اوديو كمان موجود معانا في كتاب شغيط انترناشونال، مطلوب منك ان انت تسمع ارجنسن زي وتكمل، هنحط اين ولا كاين ولا ايني ولا كاينن، زي ما بتسمعها حطها، ومع بعض في الحصة هنتعرف معناها ايه وبنستخدمها ازاي. Lass uns das hören. Schritt A, A1.
Das ist doch kein Apfel, oder? Wie bitte? Das ist kein Apfel, das ist eine Kartoffel. Ja, natürlich. Wie heißt das auf Deutsch? Brot? Nein, das ist kein Brot. Das ist ein Brötchen. زي ما سمعنا كده مع بعض، الجزء الثاني من الاوديو بيشاور على حاجة في ايديه وبيكلم برضو البياعة وبيقول لها Wie heißt das auf Deutsch؟ مهم جدا تتعلم معانا كل الأسئلة اللي موجودة واللي بتقابلنا. Wie heißt das auf Deutsch؟ لما ما كنتش عارف اسم حاجة بالألماني أسأل أقول Wie heißt das auf Deutsch؟ Brot هو دوت عيش. Nein, das ist kein Brot. Das ist kein Brot. دوت مش عيش. Das ist ein Brotchen. في الألماني في فرق عندنا بين البروت والبروتشن. بروت اللي هو الخبز اللي احنا بناكله، البروتشن اللي هو الكايزر او الحاجات الفينو. خلي بالك معايا امتى استخدمنا كاين وامتى استخدمنا اين. فايتر. مكملين مع بعض التيمة بتاعتنا اسن اون ترينكن، بنتكلم مع بعض عن الاكل والشرب. راتن زي مال، هنا طالب منك انك تخمن. راتن زي مال، هنلعب اللعبة دي مع بعض. Was ist in meinem Korb؟ Was ist in meinem Korb؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، كورب يعني سلة. واحد بيسأل التاني بيقول له هو في ايه معايا في السلة ديت؟ Eine Birne. Eine Birne. هنتعلم مع بعض ان Birne معناها كمثرى. قال له nein. Eine Orange. طيب دي برتقانة؟ قال له يا. خلي بالك من كل كلمة بيجي قدامها ein ولا eine، وهنتعلم مع بعض امتى نستخدم ein وامتى نستخدم eine. weiter. زي ما احنا شايفين مع بعض هنبدأ بقى نتعلم مع بعض الورد شاتس اللي شفناها مع بعض في الديالوج اللي كانت موجودة قدامنا. اول كلمة عندك زي ما انت شايف كده كلمة ein. ein معناها بيضة. سجل معانا كل الكلمات اللي بناخدها الجديدة موجود قدامها ein ولا eine. مهم جدا جدا تكون مركز معانا امتى بستخدم ein وامتى بستخدم eine. الكلمة التانية ein Brotchen. ein Brotchen. يبقى انا عندي اول كلمة ein ei دي معناها بيضة، و ein Brotchen معناها عيش كايزر. يبقى ein ei ein Brotchen. weiter. هنكمل مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا ein Kuchen. ein Kuchen. طبعا كلمة Kuchen يعني جاتو او اي حاجة مقصود بها معجنات او كيك بقول عليها Kuchen. eine Kartoffel. eine Kartoffel. اتعلم معانا تتكلم ألماني دايما واحنا مع بعض في الحصص، تسجل وتسمع الحصص تاني مرة واتنين وتلاتة عشان تتعلم تتكلم. لازم تتعلم كل المهارات الخاصة بأي لغة سواء قراءة، سماعي، كتابي، وكمان تتكلمها. eine Kartoffel دي معناها بطاطس. يبقى أنا عندي كلمة ein Kuchen معناها جاتو، و eine Kartoffel معناها بطاطس. برضو سجل معانا الكلمات وتخلي بالك كل كلمة محطوط قدامها ein ولا eine. ولو لاحظت معايا هتلاقي الكلمات قدامك متلونة. معناها إيه الألوان دي؟ ein Kuchen متلونة بالأزرق، ده معناها إن الكلمة دي نوعها ماسكولين. eine Kartoffel بالأحمر يعني نوعها فيمينين. مهم جدا تكون تفرق بين الماسكولين والفيمينين الأرتيكل بتاع الكلمة عشان تقدر تستخدم ein وeine مظبوطين. weiter. تمام، احنا لسه واخدين حالا كلمة كمثرى يعني ايه في الديالوج اللي احنا سمعناه مع بعض. برافو عليكم ممتازين. يبقى انا عندي eine Birne اللي هي كمثرى. eine Birne دايما تكتب الكلمة قدامها ein ولا eine. تمام، برافو عليكم. weiter. eine Banane. eine Banane. انا هنا بتكلم عن الموز اسمه Banane. يبقى برضو eine Birne eine Banane. ياريت واحنا مع بعض في الحصة تحاول تكتب كده وتعمل eine Tabelle، تعمل جدول وتقسم الجدول ده لثلاث اجزاء، جزء في ein وجزء تاني في eine
هتكتب كل الكلمات اللي هتقابلك معانا في اللاين بتاع اين، وكل الكلمات اللي هتقابلك معانا في الجزء بتاع اين. فايتر، عايزين بقى نعرف يعني ايه طماطم ويعني ايه تفاح. طبعا انتوا عرفتوا يعني ايه تفاحه من الديش كريش اللي احنا سمعناها مع بعض. تعالوا نشوف يعني ايه طماطم. اينه توماتي، اينه توماتي، تمام. يبقى دي هنحطها برضو في التابله في الجزء بتاع اينه. اين ابفل، اين ابفل، اين ابفل، هنحطها في الجزء بتاع اين. وخلي بالك انا عندي اين للكلمات اللي باللون الازرق دي نوعها ماسكولين، واين برضو بالكلمات اللي لونها اخضر ودي نوعها نويترال، انما اينه للكلمات اللي نوعها فيمينين. فايتر، زي ما اتفقنا مع بعض انا عندي ثلاث انواع للكلمه، ماسكولين نويترال فيمينين. يبقى انا تاني عندنا دراي ارتن للكلمه، عندنا ثلاث انواع من الكلمه في اللغه الالمانيه، اول نوع هو الماسكولين، تاني حاجه النويترال، ثالث حاجه الفيمينين. طبعا دول بنترجمهم باداه التعريف دير وداس ودي. دير كانت معناها الماسكولين، وداس معناها نويترال، ودي معناها فيمينين. وخدنا الكلام دوت في جزء الفاميليا ماين فاميليا في الترم الاول. طيب بناء عليه بنكمل نفس الجزئيه، ان انا لازم اكون عارف كل النومن بالبشتمت ارتكل بتاعها، عشان بناء على البشتمت ارتكل اللي احنا اتعلمناه بنحدد برضو الان بشتمت ارتكل. الان بشتمت ارتكل هو اين، زي ما احنا شفنا كده اين ابفل، اين بروتشن، اين توماتي. يبقى تاني انا عندي اين ابفل، عشان اصلا اداه تعريفها دير نوعها ماسكولين فقلنا اين ابفل، اين بروتشن قلنا اداتها داس عشان كده استخدمنا اين يعني نويترال، اين توماتي الكلمه دي علشان فيمينين يعني اداه تعريفها دي عشان كده اخترنا لها اين توماتي. يبقى نركز كده كويس مع بعض، لما الاقي ان النومن اللي موجود قدامي ماسكولين او نويترال اعمل ايه يا فراو؟ اختار على طول ان بشتمت ارتكل اين، اختار على طول اداه النكره اين. واما الاقي قدامي النومن اداه تعريفه او البشتمت ارتكل بتاعه هو دي يعني نوعه فيمينين، على طول اختار الان بشتمت اداه النكره اين، زي ما احنا شايفين كده في التابله اين ابفل، اين بروتشن، اين توماتي. وزي ما اتعلمناها في الجشبغيش اللي لسه سامعينها من شويه، قال اين ابفل وقال اين بروتشن وقال اين توماتي. طيب تعالوا نبص على الجزئيه الثانيه، كاين ابفل، كاين بروتشن، كاين توماتي. ايه يا فراو الكي اللي اتحطت على اين ديت؟ الكي هنا معناها ان انا بنفي، زي ما شفنا كده كروس على كلمة ابفل او الصورة بتاعت ابفل وقال له كاين ابفل، دي مش تفاحة. يبقى انا هنا كاين دوت النيجاتيون بتاع اين، النيجاتيون ارتكل او النيجاتيون بتاع الان بشتمت ارتكل. كل اللي احنا عملناه ان احنا زودنا حرف الكا، يبقى لما اقول اين ابفل دي معناها تفاح، انما لما نقول كاين ابفل يعني مش تفاح. اين بروتشن ده معناه ان ده عيش كايزر، لما اقول كاين بروتشن ده معناه ان ده مش عيش كايزر. اين توماتي ده اثبات ان دي طماطمايه، كاين توماتي انا بنفي ان دي طماطم. فايتر، هنا زي ما انت شايف كده قدامك عندك جزء مكتوب عليه ماسكولين، وجزء كلمات مكتوب عليها نويترال، وجزء من الكلمات مكتوب عليها فيمينين. دي كل الكلمات الخاصة بالجزئية بشغيت نمر A المفروض ان انت تكون عارفها وحافظها نوعها ايه، سواء ماسكولين ولا نويترال ولا فيمينين. طبعا انت عارف دايما ان اساس اللغة الالمانية هو البشتمت ارتكل للكلمة، دايما الاساس عندك انك تكون حافظ حصيلة لغوية وورد شاتس كتيرة عشان تقدر تحل كل حاجة صح وتكون عارف معاني الكلمات وما تلاقيش حاجة وقفت قدامك. وطبعا الاساس زي ما اتفقنا مع بعض هو تعرفك على البشتمت ارتكل، لازم تكون عارف ان في كلمات الارتكل دير يبقى نوعها ماسكولين، كلمات الارتكل داس هيبقى نوعها نويترال، وكلمات الارتكل بتاعها بيبقى دي، ففي الحالة دي بيبقى نوعها فيمينين. تعالوا نشوف كده الكلمات مع بعض. اول جزئية عندك كلمات الماسكولين، ايه بقى هما؟
أول كلمة أين مان. طبعا مان ليها معنيين، رجل وزوج. أما أقول داس إيست ماين مان أو داس إيست أين مان، ده معناه زوجي أو دوت رجل. أين أبفل لسه واخدينها معناها تفاح. أين بوخشتابة، أين بوخشتابة يعني حرف. أين نامي، أين نامي يعني اسم. أين كوخن زي ما خدناها مع بعض من شوية في الجيش بغش، كوخن يعني جاتو. يبقى مهم قوي تعرف كل الكلمات الماسكولين، يبقى حصة النهاردة تخرج بيها من الكلمات اللي قدامك في الماسكولين وتكون حافظهم كويس ان كلهم بيجي قبليهم اي. نيجي بعد كده لكلمات النويترال. عندك اول حاجة اين كين، واخدناها مع بعض الترم الاول في درس ماينو فاميليا، اخدنا اين كيند يعني طفل. اين فوتو، فوتو يعني صورة. اين بروتشن، قلنا بروتشن يعني كايزر. اين لاند، اين لاند يعني بلد. اين اي، خدنا طبعا كلمة اي في الجشبغيش اللي خدناها النهاردة او في الفورد شاتس الجديدة معناها بيضة. يبقى دي كل كلمات النويترال الموجودة في شغيت نمر اه المفروض ان انت تكون عارفها. تعالوا نشوف بقى كمان كلمات الفيمينين. اين فراو، دي بتيجي بمعنى سيدة او مدام. اين شتات، اين شتات يعني مدينة. اين شتات. اين توماتي، اين توماتي زي ما خدناها مع بعض وشفناها بالصورة، اين توماتي. اين تليفون نمر، اين تليفون نمر. خلي بالك لما اقول لك اين تليفون نمر هي نفس الكلام لو قلت لك اين نمر. دايما بحدد الارتكل، بشتمت ارتكل بتاعي حسب الجزئيه الثانيه او اخر كلمه نهيت بيها الكلمه. يعني انا عندي كلمه اسمها اين نمر او دي نمر، سواء بقى قلت هاوس نمر، تليفون نمر، هو نمر وخلاص، يبقى هندي نمر رقم الموبايل، كل دوت انا بتكلم على كلمه نمر اللي الارتكل بتاعها دي، فبالتالي الام بشتمت هيبقى اين. اين اتصال، طبعا انا عارف ان اتصال الارقام، اين اتصال يعني رقم واحد. اين اورانج، اين اورانج. اين بانان، اين بانان. اين كارتوفل، اين كارتوفل. لو لاحظت كده معايا في كلمات دي هتلاقي في حاجات كتير اخرها ايه، توماتي اورانج بانان، بس خلي بالك هي دي مش قاعده، لان في عندي كلمتين في ماسكولين اين بوش طابق واين نامر اخرهم ايه ومع ذلك هما ماسكولين. المهم تاني بكرر تاني، لازم تعرف الكلمات الماسكولين ايه هي، الكلمات النويترال ايه هي، والكلمات الفيمينين ايه هي. كل الدرس بتاعنا او كل كسيون دغاي اهم حاجه فيها تكون عارف نوع كل كلمه بيجي قدامها اين ولا اينه، تلاقي نفسك فاهم كل حاجه وبتحل كل حاجه صح، مفيش عندنا مشكله في اي حاجه. تعالوا نكمل. Das ist ein Rätsel. Rätsel يعني فزورة. Was ist das؟ طبعا السؤال هنا Was ist das يعني ايه الشيء اللي قدامي دوت. زي ما انتوا شايفين كده الصورة قدامنا منغمشة، مش باين ايه دوت، بس طبعا احنا ممكن تبقى واضحة بالنسبة لنا دي ايه. تعالوا نشوف كده الديالوج. Was ist das؟ Ich glaube. لما احب اعمل راتن، اما احب اعمل تخيل لحاجة او اخمن حاجة، دايما اقول ايش جلاوبه، ايش جلاوبه يعني انا اعتقد. ايش جلاوبه انا اعتقد. داس ايست اين ابفل، دي تفاحه. انتوا شايفين كده، انا مش شايفه الصراحه كده. داس جلاوبه ايش نيشت، انا بقى مش شايفه ان هي تفاحه. داس جلاوبه ايش نيشت. داس ايست كاين ابفل، برافو عليك، وانا شايفه حد بيقول ورايا. داس ايست كاين ابفل، ديت مش تفاحة. Das ist vielleicht eine Tomate. Das ist vielleicht eine Tomate. خلي بالك من الكلمات دايما اللي تحتيها خط، دي حاجات مهمة هتوضح لك حاجات معينة ومعاني معينة. زي ما اتفقنا مع بعض، الحاجات اللي مكتوبة بولد أو الحاجات اللي محطوط تحتها خط، الحاجات دي مهم جدا إن أنت تكون عارف معناها. يبقى لما احب اعمل راتن، احب اعمل تخمين لاي حاجه، هقول ايه؟ ايش جلاوبه، انا اعتقد. داس ايست اين ابفل،
أما يكون حد تاني قدامي لا يعتقد هذا الشيء بيقول لك لا أنا ما أعتقدش ده، يبقى أقول das glaube ich nicht، أنا لا أعتقد. Das ist kein Apfel، دي مش تفاحة. Das ist vielleicht، احتمال أو maybe تبقى eine Tomate، زي ما احنا شايفين كده في الصورة فعلا احتمال تبقى تفاحة. واحد بقى تالت جاي يقول das glaube ich auch، أنا كمان أعتقد هذا الشيء. بوافقه بقى في الرأي فيقول له das glaube ich auch. Das ist eine Tomate، دي بالفعل eine Tomate، زي ما احنا شايفين كده قدامنا ein Apfel لما احب اقول ان هي دي فعلا تفاحة، حبيت انفي ان دي مش تفاحة اقول kein Apfel eine Tomate، ده برضو في الاثبات ان انا اقول ان دي تفاحة و eine Tomate كده انا بتكلم عن الحاجة قدامي واقعية. خلي بالك من ايش جلوبة، انا اعتقد vielleicht maybe او يعني ايضا، انا معاك في نفس الرأي. فايتر نفس الفكرة، هنا ein Rätsel زي ما قلنا كده فزورة. Was ist das؟ بيجيب لنا صورة مش واضحة شوية، واحنا نحاول نشوف Was ist das؟ ايه الشيء اللي قدامي ده؟ زي ما احنا شايفين كده ممكن تكون حاجات كتير، انا عن نفسي شايف انه ممكن يبقى عيش. تعالوا نشوف Was ist das؟ Ich glaube das ist eine Kartoffel، واحد بيقول انا اعتقد ان ديت بطاطساي. Das ist eine Kartoffel. Das glaube ich nicht. Das ist، مين بقى شاطر معانا اتعلم كلمة كارتوفل كانت موجودة في الماسكولين ولا النويترال ولا الفيمينين؟ برافو عليكم ممتازين. Das ist eine Kartoffel او keine Kartoffel، لانه قال مش ما اعتقدش ان ديت كارتوفل، يبقى das ist keine Kartoffel. وزي ما هو جابها لك بالجملة الأولانية ich glaube das ist eine Kartoffel، هو حط لك eine اهي فوق، يعني بيقول لك خلي بالك الكلمة دي فيمينين، أما حبا فيها يبقى هنفيها بكاينه. Das ist vielleicht ein Brot، maybe احتمال يبقى Brot عيش. طبعا Brot من الكلمات النويترال عشان كده قلنا قدامها ein Brot. Das glaube ich auch، أنا كمان أعتقد نفس الشيء. Das ist، تمام احنا كده عايزين نقول إن دوت برضو عيش، يبقى هنا هنستخدم برضو ein Brot. خلي بالك دايما في النفي بنستخدم كاين او كاين حسب الكلمه نوعها ايه، لقيت نوعها ماسكولين او نويترال هستخدم على طول كاين لو انا عايز انفي، طب لو عايز اثبت هحط اين، طيب لو كلمه بتاعتي فيمينين يبقى انا هنفي بكاينه، ونفس الكلام الاثبات بتاعي بيبقى باينه. فايتر هنا بقى في الايبونج دوت، ده موجود معانا في كتاب المدرسه شغيت انترناشونال، زي ما اتفقنا مع بعض مهم جدا ان احنا كل الايبونج اللي موجوده في كتاب المدرسه نذاكرها كويس ونخلي بالنا منها. ليه؟ لان هو دوت دليلك اللي بترجع له وبتذاكر منه وبتحل منه كل التدريبات اللي موجوده فيه. الاكسرسايز دوت او الايبونج اللي قدامنا دوت بيقول لك فاس استاس، خلاص اتعلمنا معناها ايه ده، يبقى اتعلمنا فاس استاس يعني ما هذا، زي ما احنا شايفين كده احنا جايبين كل الكلمات اللي المفروض ان احنا اتعلمناها مع بعض دلوقتي وصنفناها ماسكولين نويترال اند فيمينين. تعالوا نقراها تاني كده عشان نتعلم برضو النطق. اين كينت، ودايما تحفظ الكلمه قدامها اين ولا اين، هتسهل عليك كتير. اين بروتشن، اين شتات قلنا معناها مدينه. اين فوتو قلنا معناها صوره. اين ابفل قلنا معناها تفاحه. Eine Tomate, eine Telefonnummer, eine Frau, eine Zahl, قلنا Zahl يعني رقم, ein Land, بلد, eine Orange, ein Ei, ein Name, ein Mann, ein Buchstabe, قلنا دي معناها حرف, eine Banane, eine Frau, يعني سيدة, eine Kartoffel, und ein Kuchen، طبعا كوخن قلنا يعني جاتوه. زي ما اتعلمنا وزي ما صنفنا مع بعض كل النومن اللي شفناه النهارده في شريط المرأة صنفناهم مع بعض تاني ماسكولين نويترال اند فيمينين. اتفقت معاك ماسكولين ليه؟ لان هو ارتكل دير، نويترال يعني ارتكل داس، وفيمينين يعني الارتكل بتاعه كان دي. طول ما الارتكل دير وداس انا بختار على طول اين، والارتكل دي بختار معاه الام شتمت اينه. مطلوب من سيادتك ان انت تحط كل صورة تحت كل كلمة الصورة بتاعتها، زي ما هو كده حال النمر A
Das ist ein Mann. طبعا das ist يعني this is. هذا يكون ein Mann. تعالوا نشوف الصورة الثانية. Das ist eine Frau. Das ist eine Frau. زي ما احنا شايفين كده قدامنا دي صورة واحدة ست. تعالوا نشوف الصورة الثالثة كده. هنختار معاها ايه؟ نحل مع بعض. تمام، برافو عليكم. يبقى das ist ein Kind. واضح جدا من الصورة ان ده الطفل واقف. يبقى das ist ein Kind. مين فاكر كيند كان ارتكل بتاعها ايه؟ ممتازين، برافو. داس. يبقى انت عندك حل من اتنين، يا تكتب الكلمه بالبشتمت ارتكل بتاعها دير وداس ودي، او تكتبها بالان بشتمت ارتكل اللي هو اين واينن. تعالوا نكمل. داس ايست اين نامي، زي ما احنا شايفين كده ياسمين، داس ايست اين نامي. طيب الثانيه واضح ان دوت رقم تليفون، يبقى داس ايست اين تليفون نمر، دوت رقم تليفون. داس ايست اين تليفون نمر، واتفقت معاك انا ممكن ده اقول داس ايست اين نمر، وممكن اقول اين هاوس نمر. يبقى انا كلمه نمر ثابته ان البشتمت ارتكل بتاعها دي والان بشتمت ارتكل اين. ها تفتكروا ايه اللي قدامنا دوت؟ اه يا فراوده ده حرف، احنا خدنا كلمه حرف بالالماني يعني ايه. مين بقى شاطر معانا يكتبها لنا في الشات؟ برافو برافو، ممتازين كلكم، برافو عليكم، ممتازين. داس ايست اين بوخشتابه، يبقى بوخشتابه معناها حرف. تعالوا نكمل مع بعض نمرة سي. داس ايست، انا عندي هنا الصورة واضح قوي ان هي صورة بيضة. طب انا عايز اعرف كده احنا اتعلمناها كانت معناها ايه. برافو عليكو، داس ايست اين اي. يبقى انا عندي هنا كلمة بيضة معناها اين اي. تعالوا نشوف بقى الباقي زي ما احنا اتعلمناه مع بعض. Das ist eine Banane. Das ist ein Brotchen. Das ist ein Kuchen. يبقى زي ما اتعلمنا كل النومن اللي موجودة قدامنا متقسمة عندي ein أو ein بناء على ايه؟ على اصلا البشتمت ارتكل بتاع كل كلمة ايه. وزي ما انت ملاحظ كده قدامك احنا ملونين الكلمات حسب الارتكل بتاعها. يعني ein Frau باللون الأحمر ليه؟ لأن الكلمة دي أصلاً أرتكل دي، فهتلاقي كل الكلمات اللي معانا اللي لونها أحمر هي أصلاً أرتكل دي، هتلاقي كلها قدامها أينه. طب يا فراو أين الأخضر دي معناها إن الكلمة دي الأرتكل بتاعها داس، عشان كده اخترنا قدامها أين زي أين كيند، أين أي، وأين بروتشن. طب يا فراو الكلمات اللي بالأزرق؟ تمام برافو، باقي عندنا ايه الارتكل اللي باقي عندنا؟ هو الارتكل دير. يبقى لما تلاقي كلمة قبلك أداة تعريفها دير هتعرف إن لونها أزرق، وهتلاقي إن قدامها الأون بشتمت أرتكل أو أداة النكرة وهي أين. يبقى أنا عندي أين بوخشتابة وأين كوخن، الكلمتين دول أداتهم دير عشان كده حطينا قدامهم أين. تاني خلي بالك إن كل الكلمات اللي عندك ديت سؤالك هي كلها حاجات تقول فاس إس داس. ما هذا؟ طب يا فراو في حاجة مهمة هنا. انا لما يكون عندي شخص عاقل زي السؤال نمر اه كده، شايفين ده كده قدامنا ايه؟ ده عاقل يا فراو، يعني انسان. طب الشخص العاقل اسال عليه بايه يا شباب؟ مين يعرف؟ مين فاكر ان انا اما يكون عندي انسان اسال عليه بايه؟ برافو عليكم، انا هسال عليه بفير. فير اس داس، لما يكون عندي شخص عاقل هسال عليه بفير اس داس، من هذا؟ يبقى انا عندي الشخص العاقل اسال عليه بفير اس داس، انما غير العاقل هسال بفاس اس داس. مهم جدا تفرق في اداه الاستفهام بين فير وفاس، من هذا وما هذا. اوكي تعالوا نكمل. هنكمل مع بعض نفس الايبونج اللي لسه احنا واخدينه مع بعض، زي ما اتعلمنا كل الكلمات وقلنا الكلمات دي مهم جدا ان انت تكون عارفها وتكون حافظ معناها، وزي ما اتعلمناها مع بعض. تعالوا نشوف كده نمر دي. داس ايست، تمام برافو عليكو، داس ايست ايني اورانج. يبقى تاني داس ايست ايني اورانج. طب الصورة التانية اللي قدامنا دي تفتكروا دي تبقى صورة ايه؟ احنا عايزين كده نعمل راتن، راتن زي مال. خمن كده معايا الصورة دي ممكن تكون صورة ايه. تمام برافو، داس ايست ايني توماتي. يبقى دي كده عندي صورة ايني توماتي. كل الحاجات اللي قدامنا دي هسأل عليها فاس إس داس، يعني وات إز ذيس، إيه دوت، لأن كلها أشياء غير عاقل. نيجي بعد كده داس إيست، تمام اتعلمناها مع بعض بقى في كل الجشبريش اللي سمعناها مع بعض في الهيرن. يبقى داس إيست أين أبفل، طبعا أزرق عشان أرتكل دير.
تمام، تعالوا بقى مع بعض كده الصورة الأخيرة اللي قدامنا ديت، تفتكروا دي صورة إيه؟ تمام، برافو عليكم. Das ist eine Kartoffel. Eine Kartoffel يعني بطاطس. تاني eine Orange, eine Tomate, ein Apfel, eine Kartoffel. مهم قوي قوي في الدرس دوت، والدرس اللي اتعلمناه مع بعض النهارده اللي رجعنا بيه مع بعض، نتعلم كل كلمه قدامها اين ولا اين ولا اين. وخلي بالك ان اين بتتحط مع الكلمات الماسكولين والنيترال، يعني كلمات اللي قالتها دير وكلمات اللي قالتها داس. طيب اين هستخدمها امتى؟ برافو عليكم، مع الكلمات الفيمينين اللي اداه تعريفها دي. تعالوا نكمل مع بعض كده نمر ايه. داس ايست اين شتات، واضح في الشيلد اللي موجودة قدامك في اللافتة اللي قدامك مكتوب كلمة هامبورغ. أنا عارف إن هامبورغ دي أينشتات إن دويتشلاند، دي مدينة في ألمانيا، يبقى داس إيست أينشتات. طب معنى كده إن كلمة شتات أداة تعريفها إيه؟ ممتاز، البشتمت أرتيكل بتاع شتات هو دي، عشان كده اخترنا معاها أين يعني نوعها فيمينين. اللي بعدها فايتر داس إيست أينلاند، زي ما احنا شايفين كده هو مشاور على بلد كاملة موجودة على الخريطة، فأنا بتكلم عن بلد كاملة، بلد يعني أينلاند. ها احنا كده أينلاند البشتمت أرتيكل هنا هو داس، برافو عليكم ممتازين. وقلنا داس يعني الكلمة ديت نوعها نويترال، زي ما اتعلمنا إن الكلمة اللي أرتيكل داس هو نوعها نويترال، والكلمة اللي أرتيكل دي نوعها فيمينين، والكلمة اللي أرتيكل دير هو ماسكولين. تعالوا نراجع كده تاني مع بعض. هو انا لما اكون الكلمه الارتيكل دير ماسكولين اختار معاها ايه؟ اين يا فراو. طب لما اكون الكلمه ارتيكل داس نويترال اختار معاها ايه؟ اين. ولما اكون الكلمه اداتها دي زي كلمه دي تصال رقم، ممتازين، يبقى اختار اين. ليه؟ عشان نوعها فيمينين واداه تعريفها دي. اخر كلمه واخر صوره موجوده معانا هو اين فوتو. طبعا اين فوتو يعني صوره. اتعلمنا مع بعض في التابل بتاع الكلمات ان كلمة فوتو الارتكل داس، فبالتالي قلنا اين فوتو يعني صورة. مهم قوي، تعالوا نراجع تاني الكلمات. داس ايست اين اورانج، طب ايه السؤال اللي قلنا عليه موجود هنا معانا؟ قلنا فاس ايست داس، برافو عليكم. فاس ايست داس هرد اقول داس ايست اين اورانج. فاس ايست داس هقول داس ايست اين توماتي. فاس ايست داس داس ايست اين ابفل. خلي بالك من اين ولا اين، مهم تعرف امتى بستخدم اين وامتى بستخدم اين. طب ده هيتوقف على ايه فرو؟ على ان اكون حافظ كل النومين اللي موجوده في الشريط نمر ا الخاصه بالدرس بتاعي. لازم احفظ كل الكلمات، اي لغه لازم يكون فيها نسبه حفظ، يبقى انت هتحفظ كل الكلمات اللي موجوده معانا في شريط نمر ا وتكتب قدامها اين ولا اين. يبقى انت بتسهل على نفسك لما تحفظ الكلمات شريط باي شريط او شريط في شريط، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك سهله مفيش فيها مشاكل. يبقى داس ايست اين اورانج، داس ايست اين توماتي، داس ايست اين ابفل، داس ايست اين كارتوفل، فاس ايست داس، داس ايست اين شتات، فاس ايست داس، داس ايست اين لاند، فاس ايست داس، داس ايست اين تسال، فاس ايست داس، داس ايست اين فوتو. يبقى زي ما اتعلمنا لازم نقسم الكلمات حسب النوع بتاع كل كلمة، هل هو ماسكولين ولا نويترال ولا فيمينين، عشان نقدر نحدد الأون بشتمت أرتيكل. تعالوا كده نبص تاني على الكلمات أو الجزء الخاص بالتابل بتاع الكلمات، لأن دوت اللي هيفرق معايا وده اللي يهمني في الليكسيون دلوقتي، إن الكلمات إن أنا أكون حافظها كويس. زي ما احنا شايفين كده قدامنا هنا بيقول لك أين أودر أينا. خلي بالك ان انت هنا استخدمت اين اودر اين حسب النوع بتاع كل كلمة، زي ما احنا شايفين ماسكولين ولا نويترال. يبقى انا دايما بتفق مع الماسكولين والنويترال ان الاتنين مع بعض بيتفقوا في وجود اين معاهم. مهم قوي، ده هو ده الملخص بتاع الدرس بتاعي النهاردة، ان انا احدد الماسكولين والنويترال الاتنين مع بعض. لما يقول لي اختار معاهم اين ولا اين، لا يا فرو انا فاهم وخلاص، عرفت ان لما الاقي ان الكلمه دي نوعها ماسكولين او نويترال على طول اختار اين. زي ما احنا شايفين كل الكلمات اللي قدامنا بتاعه الماسكولين هو اين مان، اين ابفل، اين بوخشتابه، اين نامه، واين كوخن. طيب لما يكون الكلمه قدامي نويترال هي نفس فكره الماسكولين، هنحط لها اين برضه، يبقى اين كيند، اين فوتو، اين بروتشن، اين لاند، اين اي.
تكرارك لكل الكلمات ديت وتقراها كذا مرة وتحل عليها كتير هتثبت معاك. وتعلمنا كمان مع بعض ان الفيمينين ده بحطه قدامه أينا. طب ليه فيمينين؟ طبعا عشان أداة تعريفه دي، مادام أداة تعريفه دي على طول هختار معاه الـ unbestimmt article اللي هو أينا، زي كده ما احنا شايفين قدامنا eine Frau, eine Stadt, eine Tomate, eine Telefonnummer, eine Zahl, eine Orange, eine Banane و eine Kartoffel. هو دوت الملخص بتاعنا اللي خدناه النهاردة، أو الجزء اللي يهمني كويس قوي في حصة النهاردة. مهم قوي قوي كطالب أولى ثانوي تأسس نفسك في الألماني بإنك تحفظ كلمات كتير، يبقى عندك وورد شوتس كتير قوية، لان ده هيفرق معاك جدا كمان في جزء الرايتنج او جزء الشغايبن اللي بيبقى موجود عندك في الامتحان. انت عندك جزء في الامتحان كتابي هتتحاسب على كل اخطاء الجرامر اللي موجوده فيه، فلازم وانت بتكتب تكون عارف انت بتكتب ايه وتكتب بدقه كويس، يعني تكون عارف الكلمه دي ماسكولين ولا نيترال ولا فيمينين، عشان وانت بتكتب ما تحطش ولا اين ولا ايني من غير وعي. لازم تكون عارف امتى بتستخدم اين وامتى بتستخدم اينر. ده بالنسبه للجزء الكتابي. طبعا هيجي لك منه جزء في الجراماتيك، فطبعا برضو جراماتيك ما ينفعش ان انا اغلط فيه. طب يا فراو برضو نفس الفكره مع كاين، خلي بالك احنا هنا قلنا اين او كاين، يعني برضو لو انا عايز استخدم الان بشتمت ارتكل في حاله النيجاتيون في حاله النفي، انا عايز انفي بقى كل الكلمات دي يا فراو، انا هنا قلت اين واين، هنا الكلمات دي كلها مثبته، يعني دوت تفاحه او ديت حرف او دوت اسم او دوت صورة، كل دوت كلمات مثبتة. لو انا عايز انفي اقول مش تفاحة او مش صورة او مش بلد او مش رقم، عايز انفي في الحالة دي زي ما اتعلمنا مع بعض هختار هو كاين. يبقى انا هنا زي ما احنا شفنا التابل دوت كده مع بعض، الماسكولين اين والنيترال اين والفيمينين اين. ما حبيت انفي على طول حطيت حرف الكا، زودت لهم حرف الكا بس. كل اللي عملته قلت كاين ابفل، كاين بروتشن، وكاين توماتي. يبقى كاين ابفل، كاين بروتشن، كاين توماتي. يبقى لازم نتعلم دايما تصنيفة الكلمة في اللغة الألمانية. وزي ما احنا شايفين النهاردة الدرس بتاعنا كله بيتكلم عن الاسن اون ترينكن. بكده نكون خلصنا حصة النهاردة. ماين ليبي شورا اون شولرين اون بيس بالد ان شاء الله ان شوس اون بيد او بيدرزين.